أن الندوة الصحفية التي تنظمها الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ يومه في إطار إطلاع الجامعة وتواصلها للرأي العام الوطني على جميع الحوار القطاعي والتوقفية من طرف الوزارة بدون مبررات معروفة. كما لا يخفى عليكم فهناك العديد من الأطراف التي نشترك معها تدبير الفضاء داخل المحكمة، قضاة منطقين ومفوضين قضائيين وعدول، استنكروا كذلك جميع هذا الحوار الذي دام لأكثر من سنة. والجامعة إذ تقوم بهذه الندوة فإنما هي تحاول إطلاع الرأي العام الوطني وتناقص الخطر إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار هذه المقاربة وإقصاء الجامعة الوطنية لقطاع العدل باعتبارها فاعلا أساسيا داخل قطاع العدالة من خلال عدم استدعائها في مجموعة من المناسبات، سواء تعلق الأمر في تدبير ملف الانتقالات أو في ما عرفته المباراة الأخيرة لولوج خطة العدالة. ومن ذلك نتمنى من الجهات الوصية على وزارة العدل أن تبادر وأن تسرع إلى تحمل مسؤوليتها كاملة وإلى تجويد خدمتها وإلى مد يدها للجامعة الوطنية لقطاع العدل التي تمد يدها جميع الأطراف داخل القطاع. مجموعة من القضايا اللي كتعرفها قطاع العدل، وأخص بالذكر مسألة جميع الحوار القطاعي على مستوى الوزارة، يعني منذ سنة تقريبا والحوار مجمد، وهذا للأسف الشديد يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية وأيضا مع المواثيق الدستورية الكونية كلها. الحوار خص يكون الحوار ما بين التمثيليات النقابية، أيضا هذه الندوة الصحفية كتجي في سياق الغموض الذي يلف مستقبل مشروع قانون التنظيم القضائي بعد القرار الأخير للمحكمة الدستورية، وبالتالي يعطينا أن نقرب السادة الصحفيين ورجال الإعلام من الوضع العام بالقطاع، ناهيك من طبيعة الحال مجموعة من الاختلالات اللي كتهم تدبير الموارد البشرية على مستوى القطاع، ملف الانتقالات، ملف المسؤوليات، ملفات أخرى تخص بعض القضايا الفردية لبعض موظفي هيئة كتابة الضبط، وأيضا الوضع العام داخل البنايات بصفة عامة على مستوى وزارة العدل. وبالتالي أردنا أن نسلط الضوء على هذه القضايا وأيضا تمرير والفصح عن المواقف الرسمية للجامعة الوطنية للقطاع العدل بعدد من المطالب التي رفعتها الجامعة الوطنية للقطاع العدل، والتي كانت محطة التزام من وزارة العدل سواء في اتفاق 25 أكتوبر 2016 أو في الاتفاق ديال 29 نوفمبر 2017 أو اتفاق ديال جلسات الحوار اللي جات من بعد هذا التاريخ. هذا للملاحظ أننا وقفنا على تعطر وتجميد لعد من هذه الاتفاقات وعدم تنفيذها، وكانت محطة كما قلت التزام من وزارة العدل. وأكبر شيء حصل أيضا هو تجميد وتوقيف الحوار القطاعي. ومن اللي كيتوقف الحوار القطاعي هذا معناه توقف تنفيذ الالتزامات وجعل المطالب ديال كتاب الضبط في غرفة الانتظار، وهذا ما تحتج عليه الجامعة، وسبق لها أن نظمت أشكال احتجاجية على هذا الأمر، حيث نظمت وقفة وطنية في ديسمبر 2018 بدون تفاعل، ونظمت أو شنت إضراب وطني قطاعي تجاوب معه موظفي كتاب الضبط بشكل كبير في 20 فبراير 2019. واليوم نتحدث على أننا سنقرر أشكال نضالية صعيدية، وهذا سيكون في المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الذي سيعقد في الشهر أو في منتصف الشهر المقبل إن شاء الله.